الوحدة والتعادلية، الكلمة للسيد النائب أحمد التومي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، لقد سبق للفريق الاستقلالي إبان القراءة الأولى أن إبداء ملاحظاته المعمقة بخصوص قانون المالية لسنة 2018 بإيجابياته ونواقصه. في إطار هذه القراءة الثانية نود إبداء بعض الملاحظات يعني التكميلية. الملاحظة الأولى سيد الرئيس أننا تتمثل في كيفية تعامل الحكومة مع التعديلات التي تتقدم بها فرق والمجموعات النيابية، خاصة منها فرق المعارضة. هذا التعامل الذي اعتبره سلبيا من حيث عدم التجاوب بطريقة إيجابية مع هذه التعديلات التي تبقى. الإطار التشريعي الأساسي فيما يخص مساهمة فرق المعارضة في إغناء مضامين مشروع الميزانية السنوية التي ترهن المجتمع لمدة سنة كاملة، خاصة وأن السلطة التشريعية لا تشارك، خاصة وأن فرق المعارضة لا تشارك في المشاورات التي يعقدها السيد رئيس الحكومة بخصوص أثناء إعداد مشروع الميزانية. فستبقى هذه هي المناسبة الوحيدة تعديلات باش نعبروا على رأينا وعلى ملاحظاتنا. ثانيا سيد الرئيس، الملاحظة الثانية تتمثل في تعامل الحكومة مع نظام ما نسميه الثنائية البرلمانية، عندما تسمح لنفسها وللأغلبية برفض تعديلات معارضة بمجلس النواب ثم تقبلها بمجلس المستشارين، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل بشأن هذا التعامل الذي من شأنه مصادرة حق النواب في التشريع المالي. الملاحظة الثالثة سيد الرئيس تتمثل في دعوة الحكومة إلى التفكير في أن تحيل مشاريع القوانين المالية على مجلس النواب خلال شهر سبتمبر. نعرف أن المدة اللي كتعطانا يعني قليلة جدا، بدل 20 من أكتوبر كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك من أجل تمكين أعضاء المجلس من دراسة هذه المشاريع في ظروف مناسبة ووقت زمني كافي كفيل بتعميق الدراسة والنقاش بشكل يجعل أعضاء المجلس يساهمون فعليا في إغناء وتجويد وتحسين مضامين هذه المشاريع. عرفوا كذلك أننا نحن واعون السيد الرئيس بالنظام الداخلي، ولكن نحن نهيئ قوانين المالية في إطار منظومة جديدة اللي هي القانون التنظيمي 130/13 اللي هو يعني منظومة متقدمة جدا ونفتخر بها كمغاربة، وكذلك التقارير المتعددة التي تأتي بها وزارة المالية مشكورة، ولكن لا نجد الوقت في الحقيقة لدراستها والتعميق فيها. سيد الرئيس، صوت فريق الاستقلال الوحدة والتعادلية على مشروع قانون المالية 2018 بالامتناع، لأنه يبقى في نظرنا بعيدا شيئا ما عن تطلعات المواطنين والمواطنات وانتظاراتهم الملحة، ولا يعالج القضايا الأساسية المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وفي مقدمتها معدلة البطالة وأزمة السكن والاختلالات التي يعرفها التعليم ببلادنا. ويبقى أملنا معقودا على الحكومة من أجل أن تتدارك الوضع وتأتي بمشروع قانون المالية 2019 المقبل مغايرا تماما لهذا المشروع، بشكل يشكل انطلاقة فعلية للنموذج التنموي الجديد الذي نادى به صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسيد النائب.